الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أكد البنك الإفريقي للتنمية أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودا بتحقيق نسبة نمو بلغت 4.7% سنة 2013، وذلك بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات العمومية. وأوضح البنك في تقريره حول أفاق اقتصادية إفريقيا نشر بمناسبة انعقاد مجموعة السنوية بكيغالي أن هذا الأداء يعزى بشكل خاص إلى حيوية القطاع الفلاحية، لأن الأنشطة غير الفلاحية ظلت بدورها أقل دينامية مقارنة مع سنة 2012. عقدت شركة هوسيم المغرب رائدة في تصنيع مواد البناء صباح اليوم ببورصة الدار البيضاء ندوة صحفية سلطت الضوء من خلالها على حصيلة السنة 2013 والتي تميزت بالإيجابية، كما أشاد المجلس الإداري للشركة بنسبة النمو الهام المحققة مقارنة مع السنة الماضية والمشاريع والأهداف المسطرة للمجموعة هذه السنة. حضر الندوة لشوف تي في عبد القادر الفتوكي وعبد العلي بالبدوي. مئة مليون درهم نتيجة سجلتها هولسيم المغرب الشركة الرائدة في تصنيع مواد البناء، محققة بذلك نسبة نمو خلال السنة الماضية، وذلك رغم تراجع بنسبة 5% خلال سنة 12 و2000. واستطاعت هولسيم المغرب أن تبلغ الأهداف المسطرة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى بلوغ أكبر رقم من الناحية الإنتاجية. أعلن عن ذلك اليوم ببورصة الدار البيضاء خلال ندوة صحفية عقدها المجلس الإداري للشركة. الحصيلة ديال 2013 كانت يعني مطابقة مع التوقعات، معنى أن يعني التوجه ديال السوق كان إلى الانخفاض، ولكن مع ذلك الشركة استطاعت أنها يعني تقلص من التكاليف ديال الإنتاج، وبالتالي تقوي من الطاقة التنافسية ديالها. لو ريزولتو ديكسبلوطاسيون تقلص يعني ب 6%، في حين أن يعني السوق تقلص ب 6%، في حين أن الناتج الصافي ديال الشركة ما تقلص إلا ب 3%، وهذا بفضل هذا المجهود اللي قامت به الشركة باش تقلص من النفقات ديالها يعني وتعزز الطاقة التنافسية ديالها. فيما يخص يعني الإنجاز الثاني حققته الشركة هذا العام، هو يعني العقد ديال التصدير ديال 700 ألف طن ديال الكلينكير للساحل العاج، وهذا كي يعني داير في إطار يعني هذا التوجه الجديد وانفتاح على الأسواق الإفريقية. الإنجاز الثالث كذلك هو يعني المجهودات اللي يعني ما فاتئت شركة إيكوفال كتقوم بها باش توسع يعني الحجم ديال يعني الطاقة البديلة اللي كنستعملوها في المعامل، وهي كتشكل واحد العامل كبير ومهم في يعني في التكلفه ديال الانتاج وفي التنافسيه ديال الشركه. وتبدو المؤشرات الاولية المسجلة في الاشهر الاولى من هذه السنة مشجعة مقارنة مع سنة 2013. اولا يعني ترشيد النفقات، تعزيز القوة التنافسية ديال المجموعة، يعني العمل على المنتوجات الجديدة لإرضاء رغبة السوق، وكذلك يعني استثمارات في المجالات اللي كتماشى مع تطور ديال الاستثمار وديال الاقتصاد وديال نمو القطاع البناء في المغرب. مشاريع هامة تلك التي سطرها مجلس إدارة شركة هولسيم المغرب في انتظار الاندماج المرتقب بينها وبين شركة لافارج. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. أغلقت بورصة الدار البيضاء جلسة الثلاثاء على وقع انخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة على 0.07% بمجموع 7718.54 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة بنقص 0.07 نقاط بمجموع 909.456.34 نقطة.
بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات نجد سهم نيكسونز معوك حل أولا بتسجيل زيادة نسبتها 5.99% ليرتفع سعر سهم إلى 162 درهم. في المركز الثاني حل سهم فيني بروسيت والذي تحسن بما نسبته 4.15% لينتعش سعر سهم ب 166 درهم. وفي المقابل تصدر سهم ألومنيوم المغرب قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبته ناقص 3.60% ليتراجع سعر سهم إلى 1070 درهم. في المركز الثاني حل سهم دلتا هولدينج بانخفاض نسبته ناقص 3.22% ليتراجع سعر سهم إلى 30 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.